السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا من جديد في كورس سي ام اي بارت 2. لسه مستمرين إن شاء الله في بارت الانفستمنت ديسيجن، وكنا مكملين في محاضراتنا. خدنا المحاضرة اللي فاتت موضوع بعنوان الديسكاونتد كاش فلو، وتعلمنا فيه حاجات كويسة جدا. عرفنا منها الطرق نقيم بيها المشروعات بتاعتنا أو نعمل ايفالويشن للبروجكت اللي معروض علينا كانفستمنت، من خلال طبعا إن احنا نحسب النت بريزنت فاليو والانترنال ريت اوف ريتيرن أو الاي ار ار زي ما بنسميه. وشفنا ان احنا ازاي ممكن نستخدم الميجرز او المقاييس دي في ان احنا نحكم بيها او نعمل ايفالويشن للانفستمنت بروجكت اللي معروض علينا، وكمان نعمل لهم رانكينج ونرتبهم من حيث الافضل فالاقل وهكذا. النهاردة بقى كمان ان شاء الله في سب يونت 4 هنتعلم موضوع جديد يساعدنا برضو ان احنا نعمل رانكينج او ايفالويشن او ترتيب وتقييم للمشروعات كانفستمنت المعروضة علينا. زي ايه بقى الموضوع ده؟ حاجه اسمها البي باك بيريود. ايه البي باك بيريود دي؟ بيسموها فتره الاسترداد، وهي الفتره اللي متوقع المشروع ان شاء الله ان هو يسترد اللي اتصرف عليه خلال الفتره دي. خلي بالك انا بقول لك اللي اتصرف عليه، فانا اقصد الانيشال انفستمنت اللي اتصرف على المشروع ده. فمتوقع المشروع بتاعي ده يرجع اللي اتصرف عليه في كام سنه؟ هرجعهم في سنتين ثلاثة أربعة. من هنا بقى هنبدا نحكم على الايه، المشروع ده هل مقبول ولا لا. طيب الكاش فلو اللي هتجيلك لما حضرتك تيجي تستعملها علشان تحكم على المشروع ده هيرجع اللي اتصرف عليه ولا لا، بتبقى ديسكاونتد ولا مش ديسكاونتد؟ هنشوف الشكلين. هنشوف اول شكل اللي هي الترديشنال بي بيريد او الفتره الاسترداد التقليديه، اللي من خلالها حضرتك بتبدا تقول المشروع ده هيرد اللي اتصرف عليه من خلال الكاش ان فلو اللي هتيجي المطلقه بدون ما تعمل لها بريزنت فاليو ولا تشوف التايم فاليو اوف ماني والكلام ده، ودي بيسموها الطريقه التراديشنال او التقليديه. اما الطريقه الثانيه اللي هيسموها ديسكاونتد بي باك بيريود، وهي فتره الاسترداد المحسوبه بعد ما تاخد الكاش ان فلو اللي هتيجي من المشروع وتعمل لها ايه، بريزنت فاليو. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان انت لما بتعمل بريزنت فاليو لاي كاش ان فلو هتجيلك في الفيوتشر او في المستقبل قيمتها بتنخفض بسبب انخفاض القيمه الشرائيه للنقود والتايم فاليو اوف ماني. موضوع من امتع واجمل الموضوعات اللي هتعدي عليك وافضل المحاضرات اللي هتعدي عليك. تعالوا بينا نتوكل على الله ونبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي عندنا اهي سب يونت 4 اسمها ايه، بي باك اند ديسكاونتد بي باك. فتره الاسترداد هيسموها التراديشنال الاولانيه، والثانيه هيسموها الايه، الديسكاونتد بي باك. يلا نشوف. في البدايه هو بيقول لك ذا تراديشنال بيك باك بيريود، يعني فتره الاسترداد التقليديه العاديه اللي ما بتحسبش ديسكاونتد كاش فلو. مالها بقى الفتره الاسترداد التقليديه دي؟ قال لك اذا نمبر اوف ييرز، هو عدد السنوات ريكوايرد المطلوب تو ايه بقى، تو ريتيرن ذا اوريجينال انفستمنت، ان انا ارجع خلال عدد السنوات دي المبلغ اللي اتصرف على المشروع في البدايه كاوريجينال او انيشال انفستمنت. That is ايه هي بقى؟ The time، الفترة الزمنية أو الوقت necessary for new asset، اللي مطلوب لأي new asset. وخلي بالك new asset ده يقصد بيه new investment أو مشروع جديد، إن هو ايه؟ pay for itself، يعني يرجع اللي اتصرف عليه. Note خلي بالك، note that no accounting is made for the time value of money under this method، يعني مش هنشتغل time value of money ولا هنحسب discounted cash flow ولا present value ولا نستعمل جداول present value حتى. ليه؟ دي التقليدية ما بتاخدش في اعتبارها time value of money. فكل اللي انت هتعمله لو المشروع بيجيب كل سنة مبلغ ثابت، هتاخد الانيشال انفستمنت وتقسمه على المبلغ الثابت ده، فيقولك هيرجع ثمنه في كام سنة. فلو ما بيرجعش كاش ان فلو سنويه بمبلغ ثابت، هنضطر بقى ناخدهم سنه سنه كده هيرجع كام، ونخصمهم الانيشال انفستمنت ونشوفه هيرجع فلوسه بعد كام سنه. تعال نشوف. في الاول بيقول لك قبل ما هيبدا يشرحهم لك هيقول لك خلي بالك كومبانيز، الشركات يوزنج ذا باي باك ميثود، بتستعمل طريقه البي باك ميثود ديت ازاي بقى؟ بتحط سيت ا ماكسيمم لينس اوف تايم، بتحط لنفسها ليميت، ما ينفعش اي مشروع هتقبله يعدي الماكسيمم ليميت ده. فتقول لنفسها مثلا ايه، انا الماكسيمم ليميت عندي اربع سنين، اي مشروع هقبله ما ينفعش اتخطى الاربع سنين. فالشركه بتحط لنفسها الليميت ده. فبيقول لك الشركات هنا بتعمل ايه، سيت ا ماكسيمم لينس، بتحط طول زمني معين للتايم ده الماكسيمم بتاعها الحد الاقصى، within which projects اللي في الوقت ده المشروعات must pay for themselves، يعني ترجع فلوسها بنفسها، to be considered acceptable، عشان تكون مقبوله. يبقى اذا الشركات بتعمل ايه، بتحط لنفسها maximum length of time. المشروع اللي هيرجع نفسه وزن الفتره دي هيبقى ايه، هيبقى اكسبتابل. والمشروع اللي الباك بيريود بتاعته هتتخطى الماكسيمم لينس اوف تايم او طول الفتره الزمنيه دي هيبقى ريجكتد او مرفوض على طول. تعال بقى نشوف
البي باك بيريو دي هنحسبها ازاي؟ قلت لك في الاول اف ذا كاش فلو ار كونستانت، يعني لو الكاش فلو السنويه اللي هتيجي هتبقى ثابته، فانا كل اللي هعمله ان انا هاخد الانيشال انفستمنت اللي انا صرفته واقسمه على الانوال كاش الثابته اللي بتيجي كل سنه دي. يبقى البي باك بيريو دي الايكويشن بتاعتها عباره عن ايه؟ هتاخد الانيشال نت انفستمنت وتقسمه على الايه؟ على الانوال اكسبكتد كاش فلو بشرط تكون كونستانت ثابته سنويا مبلغ ثابت. فيقول لك الانيشال نت انفستمنت ده هيرجع لك على كام سنه؟ بس شفت الموضوع سهل ازاي؟ تعال ناخد عليها مثال على البي باك بيريود لما تكون الكاش فلو السنويه كونستانت او ثابته. بيقول لك اهو ا بروجكت از بينج كونسيدرد، يعني المشروع اللي بنفكر فيه ذات ويل ريكواير ان اوت لي، هنصرف له نفقه انفستمنت قيمتها $200,000 ايميديتلي فورا هيتصرفوا. And the return وهيرجع لك ايه بقى؟ A steady cash flow. خدت بالك من كلمه steady؟ steady يعني هنا ايه؟ ثابته، او تقدر تقول عليها ايه؟ متزنه او ستيدي، يعني تقدر على كونستانت كل سنه هيرجع مبلغ ستيدي ثابت. فبيقول لك ستيدي كاش فلو قيمتها 52,000 لمده النكست 4 ييرز. طيب سهل قوي. يبقى انا في الحاله ديت هعمل ايه؟ هحسب البيوت بيريود بتاعتي ان انا اقسم ال 200,000 على 52,000. حلو. طب بعد ما يطلع هقول لك دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ هقول لك روح شوف الشركه طالبه ايه. هيقول لك ذا كامباني ريكواير، حاطه لنفسها ماكسيمم ليميت كده ان اي مشروع ما ينفعش البي باك بيريود بتاعته تعدي الاربع سنوات بي باك بيريود على كل الكابيتال بروجكت، على كل مشروعاته. خلاص يبقى انا دلوقتي هحسب بقى، هقول لك البي باك بيريود بتاعتي هتبقى عباره عن ايه؟ $200,000 انيشال انفستمنت واقسمهم على مبلغ ثابت سنوي 52,000. يبقى اذا المشروع ده هيرجع فلوسه في 3.8 سنه، يعني في 3 سنوات و8 من 10 من السنه. طب هل ده اقل من 4 سنوات الليميت بتاع الشركه؟ ايوه. يبقى اذا المشروع ده ايه؟ اكسبتابل. شوف كده بيقول لك ايه؟ ذا بروجكت باي باك بيريود از ليس ذان، اقل من الماكسيمم بتاع الشركه. الشركه حتى ماكسيمم 4 سنين، هو حقق 3.8 بي باك بيريود. يبقى في الحاله دي البروجكت از ايه يا اخوانا؟ اكسبتابل، مقبول. كويس. طيب تعال نشوف بقى في البي باك بيريود دي لو الكاش فلو مش كونستانت مش ثابته، هنحسبها بالطريقه التقليديه، كل سنه هنقعد نخصم المبلغ اللي هيجي لحد ما نخلص مبلغ الاستثمار ونشوفه هيرجع على كام سنه. بيقول لك هنا اذا كاش فلو ار نوت كونستانت، مش ثابته بشكل سنوي، في الحاله دي ذا كالكوليشن ماست بي ان اكيوميوليتيف فورم، في شكل تراكمي بقى. تعال نشوف. بيقول لك instead of the smooth inflow predicated في المثال اللي فات، يعني بدلا من الكاش انفلو السموز او الثابته اللي كنا متوقعينها في مثال 13 اللي فات ده، في الحاله ديت ذا بروجكت بقى هنا على خلاف الكلام ده، هيبقى ايه؟ الكاش ستريم او اندفاع الكاش اللي هيجي منه او الكاش انفلو از اكسبكتد تو فاري، هتختلف من سنه للتانيه. طب انا كده هحسب البي باك بيريود ازاي؟ قال لك ذا بي باك بيريود از كالكوليتد اس فول. تعال نشوف. شوف بقى يير زيرو حضرتك دافع كام؟ 200,000 دلوقتي. بعد سنه هيرجع لك 48، يبقى باقي 152. السنه اللي بعدها هيرجع 54,000 تخصمهم ال 152 يبقى باقي 98. يرجع منهم 54 في السنه الثالثه يبقى باقي 44. يرجع منهم 42 في السنه الرابعه يبقى باقي 2000. عارف ده معناه ايه؟ ان احنا وصلنا للسنه الرابعه ولسه باقي ريميننج انيشال انفستمنت ما رجعش قيمته $2000. يبقى اذا المشروع ده البي باك بيريود بتاعته هتتخطى الاربع سنين. يبقى لو الشركه حاطه لنفسها ماكسيمم اربع سنين يبقى المشروع ده ريجكتد. فبيقول لك at the end of year 4 لسه في جزء من الاوريجينال انفستمنت has still not been recovered، لسه في جزء ما تعملوش استرداد او ما رجعش. So the project is rejected، المشروع كده اترفض. بس شفتوا سهله ازاي؟ ايه مميزاتها البي باك بيريود العاديه دي وايه عيوبها؟ تعال نشوف. ذا ادفانتج اوف بي باك ميثود اللي هي الطريقه التراديشنال دي من مميزاتها اللي ايه؟ السمبلسيتي، البساطه. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ طيب بيقول لك تو سام اكستنت، الى مدى معين ذا بي باك بيريود دي ميجر ريسك، بتقيس الريسك. ليه يا اخوانا؟ زي ما حضراتكم عارفين ان كل ما طول الفتره الزمنيه تزيد كل ما الريسك في المشروع يزيد، فكل ما المشروع اخذ وقت اطول في ان هو يسترد الانيشال انفستمنت بتاعه يبقى الموضوع ده ريسكي اكتر، والمشروع اللي محتاج وقت قليل عشان يسترد اللي اتصرف عليه يبقى الريسك بتاعه قليل. يبقى اذا هي الى مدى معين او الى حد ما تو سام اكستنت بتقيس الريسك. ازاي؟ قال لك ذا لونجر ذا بيريود، كل ما تكون الفتره الزمنيه دي طويله ذا مور ريسكي ذا انفستمنت، كل ما الانفستمنت ده يكون ريسكي او خطر اكتر.
ايه تاني من مميزاتها؟ قال لك ذا بي باك ميثود بروفايد ا راف انديكيشن. راف هنا يعني يا جماعه يعني تقريبي، يعني بيقول لك راف لي كده تقريبي، فهي بتدي لك مؤشر تقريبي اوف بروجكت ليكويديتي. يعني ايه ليكويديتي؟ السيوله، ما هو المشروع اللي هيسترد فلوسه بدري هتكون السيوله فيه كويسه لان الكاش ان حلوه، والمشروع اللي هيطول في ان هو يسترد فلوسه هتكون خلال فترات المشروع فيه مشاكل في الليكويديتي او السيوله. فعشان كده بيقول لك ذا لونجر ذا بيريود ذا ليس ليكويد ذا انفستمنت. كل ما تكون الفتره اللي هيسترد فيها الكاش بتاعته طويله، كل ما يكون المشروع ده عنده مشاكل في الليكويديتي او السيوله. ايه بقى الديس ادفانتج او العيوب بتاعتها؟ واضح طبعا من شكلها كده ان هي فيها بعض الايه او البساطه بتاعتها بتوحي ان هي لازم تكون عندها بعض المشاكل. تعال نشوف اول مشكله فيها ايه، او الديس ادفانتج العيوب او الانتقادات الموجهه للتراديشنال بي باك ميثود دي. اول حاجه ديس ريجاردنج، بتتجاهل اي كاش انفلو هتيجي بعد البي باك كات اوف ديت. بمعنى ايه؟ حضرتك شايف البروجكت اللي قدامك ده، او بلاش البروجكت ده، خلينا نشوف البروجكت ده مثلا بيعمل ايه. البروجكت ده هيرجع فلوسه مثلا على 4 سنين وكسر مثلا، فيبدا يقول لك خلاص انا هبص بس على الكاش فلو اللي هتجيلي خلال 4 سنين وكسر دول. طب ده في فلوس هتيجي تانية بعد كده في السنوات اللي جايه، يقول لك لا لا مش عايز اشوفها انا، بس وقول لي كده هيرجع فلوسه في كام. يا عم ده لسه في كاش انفلو هتيجي بعد كده في السنوات التانية، يقول لك لا انا مش هستعملها دلوقتي وانا بحكم على المشروع. يبقى اذا هو بيعمل ايه؟ ديس ريجاردنج، بيتجاهل اي كاش انفلو هتيجي بعد البي باك كات اوف ديت، اللي هو الكات اوف ديت اللي هو الاربع سنين اللي هو حاططهم دول. طيب ايه تاني من عيوبها؟ طبعا العيب اللي حضراتكم كلكم عارفينه ان هي بتتجاهل تماما التايم فاليو اوف ماني. حد شافني حسبت بريزنت فاليو ولا ديسكاونتد كاش فلو؟ مفيش. فهي هنا بتعمل ايه؟ ديسريجاردنج، بتتجاهل التايم فاليو اوف ماني، مفيش هنا اي اعتبار للقيمه الزمنيه للنقود. وهنا لو انت خدت بالك في مثال زي ده مثلا، لما اقول لك بعد 4 سنين هيجي لك 42,000، تقوم تقارنها ب 200,000 هتتصرف دلوقتي، يعني التايم فاليو للدولار هنا كام والتايم فاليو للدولار هنا كام؟ طبعا فرق كبير. فعشان كده بيقول لك disregarding، بتتجاهل التايم فاليو اوف ماني. ويتنج، ويتنج هنا يعني بتدي وزن ترجيحي لكل الكاش انفلو ايكوالي. واجنور، بتتجاهل الفاكت او الحقيقه اللي بتقول ان الماني هاز ا كوست. خلي بالك ما ينفعش حضرتك زي ما انت عامل لي هنا كده تديني ويتنج او وزن ترجيحي لكل الكاش انفلو بشكل متساوي. هل معنى كده ان الدولار اللي هيجي في السنه الرابعه زيه زي الدولار اللي هيجي في السنه الاولى؟ طبعا غلط. فيبقى اذا من عيوب الطريقه دي ان هي بتتجاهل التايم فاليو اوف ماني. عشان بقى نحل المشكله دي هنروح عند النوع الثاني منها اللي اسمه ايه يا جماعه؟ ديسكاونتد بي باك ميثود. شوف زي اللي فاتت بالظبط، بس الكاش انفلو هتاخدها الاول تعمل لها ايه؟ بريزنت فاليو، باستخدام البريزنت فاليو تيبل زي ما اتعلمنا، وبعدين بقى تبدا تخصم الايه الكاش انفلو بعد ما اتعمل لها بريزنت فاليو من الانفستمنت بتاعك، وتبدا تشوف هيرجع فلوسه على كام سنه. تعال نشوف. بيقول لك ذا ديسكاونتد بي باك ميثود اولسو كولد، ساعات بيسموها البريك ايفن تايم. ليه بيسموها البريك ايفن تايم؟ عشان ده بيعتبر زمن التعادل. ايه زمن التعادل ده؟ هو الزمن اللي متوقع ان المشروع يبقى متعادل فيه. يعني ايه متعادل فيه؟ يعني مرجع الكاش اللي اتصرفت تبقى مساويه للكاش اللي ايه اللي هتيجي منه بالظبط. فبيقول لك is sometimes used، بيستخدموها ليه بقى؟ to overcome the second disadvantage للبيزك باي باك بيريود اللي كانت موجوده في الصفحه اللي فاتت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيستخدموها عشان يعملوا overcome او يتغلبوا على العيب الثاني اللي كان موجود في الصفحه اللي فاتت بتاع الطريقه البي باك ميثود. ارجع كده للصفحه اللي فاتت، شايف الديسادفانتج الثانيه ان هي بتتجاهل التايم فاليو اوف ماني. طب احنا بقى هنعمل لك تايم فاليو اوف ماني عشان نعمل ايه؟ نتغلب على العيب ده. تعال ناخد عليها مثال. شوف بقى مثال اهو، بيقول لك ذا نيت كاش فلو ان ذا دينيميتور. النيت كاش فلو اللي هي بقى الايه الدينيميتور بتاعنا اللي هي الانوال اكسبكتد كاش فلو ار ديسكاونتد. يعني ايه ديسكاونتد؟ هتعمل لها تايم فاليو اوف ماني تو كالكوليت ذا بيريود، عشان نحسب الفتره اللازمه تو ريكفر ذا انيشال انفستمنت. لو انت خدت بالك بالظبط هتلاقي نفس الداتا اللي في المثال ده. بص 48 54 54 42 اهو، 48 54 54 42 حلو، وادي ال 200,000 بتاعتنا الانيشال انفستمنت اهي. بس قبل ما يبدا يخصم من الانيشال انفستمنت هيعمل لها ايه الاول؟ ديسكاونتد كاش فلو. هيروح لجدول البريزنت فاليو عند 6%، 6% دي اللي هي بتاعت المثال بتاعنا. تعالى كده افكرك بجدول البريزنت فاليو اوف 1 اماونت. خلي بالك انا هعتبر كل واحده من دول 1 اماونت مش اوردينري انيوتي، لان هم مش متساويين.
فهعتبر كل رقم من دول يعتبر اللي هيتعمل له تايم فاليو اوف ماني لوحده. فلو انا وديتك كده معايا مثلا على جدول بريزنت فاليو اوف 1 اماونت عندي 6% اهي شايف 6% هيبدا بقى ينقل الفاكتورز دي لمده الاربع سنين اهو بوينت 943 بوينت 890 بوينت 839 بوينت 792 بوينت 747. تعال كده نشوف اهو اهو جابهم هنا كلهم بالتفصيل اهو واخد بالك. وبعدين بقى هيبدا يعمل ايه؟ يحسب ديسكاونتد كاش فلو يضرب 48 في الفاكتور بتاعها يبقى التايم فاليو اوف ماني بتاعتها تخليه قيمتها 45.83 وبعدين ال 54 في الفاكتور بتاعها 84.060 وبعدين ال 54 في الفاكتور بتاعها يبقى 54 وبعدين 42 في الفاكتور بتاعها يا خبر هتبقى 33. متخيل؟ كده بقى واضح جدا ان حضرتك هنا حسبت كاش فلو او سوري ديسكاونتد كاش فلو او بريزنت فاليو للكاش ان فلو. ابدا بقى خصم من الانيشال انفستمنت زي ما اتعلمت في المثال اللي فات. يعني الانيشال انفستمنت 200,000 هيرجع لك 45,283 في السنه الاولى يبقى متبقى 154,717. هيرجع لك في السنه الثانيه منهم 48 يبقى متبقي 106. هيرجع لك 45 يبقى متبقي 61. هيرجع لك 33 يبقى متبقي 28. الله ده لسه متبقي 28 والاربع سنين خلصوا يبقى المشروع ده ريجكتد او مرفوض. طبعا لازم تؤهل نفسك نفسيا ان انت لما تيجي تشتغل بطريقه الديسكاونتد بي باك بيريود ان الفتره لازم تطول معاك شويه. ليه؟ لان النقود فقدت جزء كبير من قيمتها لما اتعمل لها ديسكاونتنج وبالتالي هتاخر المشروع ان هو يسترد ثمنه، بدليل ان احنا وصلنا للسنه الرابعه ولسه في 28,000 من الانيشال انفستمنت لم يتم استردادها لحد السنه الرابعه. يبقى اذا after 4 years بعد اربع سنين the project is a is much farther يعني بعيد جدا from paying off من ان هو يرجع او يدفع الايه paying off than under the basic method. يبقى اذا لو حضرتك بصيت على البيزك ميثود هتلاقيه كان اقترب جدا ان هو يرجع ثمنه. هنا لا مقارنه بالبيزك ميثود لا ده ايه ده much farther from paying off ده بعيد جدا عن ان هو يرجع ثمنه. Clearly then بقى واضح بقى دلوقتي خلاص this is a more conservative technique. يعني conservative conservative يعني محافظ خواف حريص. فبيبقى عارف انت لما يقول لك الناس دي كونسرفيتيف قوي فده بيدقق قوي فيقول لك لا يا عم خلينا في الامان احسن وخلينا محافظين كده وايه وعندنا حرص وخلينا نشتغل بطريقه الديسكاونتد احسن. فيبقى ده كده اكتر ايه كونسرفيتيف او محافظ اكتر من التكنيك اللي بيستخدم التراديشنال بي باك ميثود اللي فاتت. اتفقنا كده؟ تعال نشوف مميزاتها ايه وعيوبها ايه. بيبدا يقول لك اهو ذا ديسكاونتد بي باك ميثود الطريقه الديسكاونتد اللي قدامنا دي الادفانتج بتاعتها از ذات ات اكنولج بتعترف بالتايم فاليو اوف ماني. شفت بقى؟ طيب وعيوبها؟ قال لك اتس ديس ادفانتج ار ات اي ات لوز بتفقد السمبلستي او البساطه بتاعتها اللي كانت موجوده في الطريقه البيزك ميثود. يعني الثانيه بسيطه وسهله دي مش بسيطه. And still ignore ولسه برضه العيب مستمر. فاكر احنا كان عندنا عيب هنا في الطريقه اللي فاتت ان هي ديسريجارد كل الكاش انفلو اللي هتيجي بعد البي باك كات اوف ديت. لسه العيب ده مستمر معايا. تعالى كده شوف اهو برضه لسه بيقول لك ايه؟ لسه بيقول لك اتس ديس ادفانتج ان هي ار ذات ات لوز سمبلسيتي بتفقد البساطه بتاعتها اللي موجوده في الطريقه البي باك ميثود التقليديه البيزك. اند ستيل اجنور ولسه بتتجاهل اي كاش فلو هتيجي بعد الاربيتري كات اوف ديت. يعني لسه نفس العيب مكمل عندك ان هي ما بتهتمش بالكاش انفلو اللي هتيجي بعد الاربع سنين. هو سايبها كده بعيد مش مدخلها في حساباته. فاحنا كده شفنا مميزاتها وعيوبها. فيها بقى حاجات تانية بيقول لك ايه؟ The discounted بي باك بيريود الطريقة الجميلة دي او discounted بي باك ميثود كان also be used to calculate break even time. ايه هو البريك ايفن تايم؟ هو وقت التعادل او الفترة الزمنية اللي هيصبح فيها النت انفستمنت ايه؟ زيرو او سوري النت بريزنت فاليو زيرو. يعني ايه نت بريزنت فاليو زيرو؟ يعني الانيشال انفستمنت اللي حضرتك صرفته تم استرداده بالكامل بالظبط وبقى ده قد ده بالظبط ورجع ثمنه. فدي اسمها زمن التعادل او فترة التعادل. Which is the period required هي الفترة المطلوبة for the discounted cumulative cash inflow on a project المشروع معين to ايه اخوانا to equal the discounted ايه بقى cumulative cash outflow. طيب والكاش outflow دي غالبا بتبقى ايه؟ usually بتكون هي الانيشال انفستمنت بس مش دايما. عشان كده بيقول لك الكاش outflow usually بتبقى عادة but not always ولكن مش دايما بتكون هي الانيشال كوست. ليه بقى؟ لان انا ممكن اكون هصرف كوست ثانيه على المشروع بعد سنه او اتنين او ثلاثه بس ده بيبقى نادرا يعني.
يبقى اذا ايه هو البريك ايفن تايم؟ هو الزمن اللازم اللي فيه الديسكاونتد كوميوليتيف كاش انفلو على مشروع معين هتساوي او هتتعادل مع الديسكاونتد كاش فلو بتاع الايه الانيشال كوست او الانيشال انفستمنت اللي اتصرفت عليه. Thus وبالتالي it is the time necessary هو الوقت اللازم ان ال present value of discounted cash flow t equal ايه يا جماعة؟ zero. ليه؟ فاكر انت لما كنا في ال net present value كنا بنعمل ايه؟ كنا بروح نحسب discounted cash flow للكاش فلو اللي هتيجي كلها ونقارنها بالايه؟ بال initial investment. لما تكون هي بتساوي بالظبط زي ما احنا قلنا هنا يبقى هتيجي تقول ال net present value بتاعتك مبلغ ال investment اللي اتصرف ناقص ال discounted cash flow اللي هتيجي منه تلاقي ده هو ده يبقى النت بريزنت فاليو زيرو. This period began الفترة دي بتبدأ امتى؟ قال لك at the outset of a project. Outset of project اللي هي في بداية تشغيل المشروع. Not when initial cash outflow occur. مش من أول ما تبدأ تدفع الفلوس عشان النهاردة ممكن أبدأ أشتغل cash outflow وأدفع وأبني بقى المبنى وأجيب المكن وأفتح المصنع وهكذا. كل ده لا أنا ما بدأتش البريك إيفن تايم. البريك إيفن تايم بتاعي يبدأ امتى؟ عند الـ outset of project أو بداية التشغيل الفعلي للمشروع. هنا بقى نبدأ نعد الإيه البيباك البريود بتاعتنا اللازمة للايه للبريك ايفن تايم. طيب في طرق تانية اذر بي باك ميثود، في طريقتين تانيين حلوين قوي معتمدين برضو على البي باك بيرد. اول حاجة فيهم بيقولك ايه ذا بايلوت بي باك ميثود. ايه طريقة البايلوت بي باك ميثود؟ قالك دي البي باك ميثود اللي بيسموها بتاعت الانقاذ، عايزين ننقذ المشروع ده باي طريقة. في يعني ايه يا عم بيل اوت دي؟ قالك يعني هننقذ المشروع. هتنقذ المشروع يعني ايه؟ قالك هننقذه من الفشل. يعني ايه هتنقذه من الفشل؟ قال لك واحنا بنقيمه هناخد من ضمن الكاش ان فلو اللي هتيجي منه هنحط عليها السلفج فاليو لما نبيع المشروع كخرده في نهايه عمره وناخد الكاش ان فلو دي ننقذ بيها المشروع ونضيفها على الكاش ان فلو اللي هتيجي منه بس. فبيقول لك الطريقه دي بتعمل ايه؟ انكوربريتس بتشمل على السلفج فاليو او القيمه التخريديه للاسيت اللي موجوده في المشروع بندخلها معانا انتو ذا كالكوليشن. يعني ايه؟ يعني لو شايف في المثال ده بقول لك في السنه الاولى والثانيه والثالثه ممكن كمان اجي هنا كده وفي الاخر واقول لك واعمل حسابك هيجيب لك كمان 50,000 سلفج فاليو في نهايه عمره وادخلها معايا في الكالكوليشن فتخش تحسب لي البي باك بيريود بتاعه المشروع تقربها شويه. يبقى انا كده بنقذ المشروع. عشان كده بيقول لك it measures the length of payback period بتقيس لك طول فترة الاسترداد when the periodic cash inflow تكون بتشمل combined مدموجة مع ايه؟ مع السيلفج فاليو بتاعت المشروع. كويس. طيب ايه بقى تاني عندك؟ بيقول لك the payback reciprocal. reciprocal هنا يعني مقلوبها، مقلوب الايه؟ الرقم. عارف انت لما تجيب مقلوب الرقم يعني لو جيت قلت لك مثلا 4 سنين يبقى مقلوبه 1/4 ربع يعني 25% مثلا. فعشان كده بيقول لك هتمسك الباك باك بريود اللي طلعت لك بالسنوات وتقول واحد عليها فانت كده قلبتها. فهمتوا؟ قالك is sometime used to an as an estimate of internal rate of return تحسب منها الايه الاي ار ار. فممكن استعمل مقلوب الايه البي باك بريود ان هو يبقى الايه الاي ار ار بتاعي او اقدر الاي ار ار بتاعي. اتفقنا؟ عايزين نفهم الحته دي عشان غامضه شويه. ركز معايا. هو انا مش قلت لك ما هو تعريف الاي ار ار او الانترنال ريت اوف ريتيرن في المحاضره اللي فاتت؟ قلت لك تعريف الانترنال ريت اوف ريتيرن هو الريت اللي عنده هيكون المشروع البريزنت فاليو بتاعته تساوي زيرو. الله، تساوي زيرو يعني ايه؟ يعني كل الكاش انفلو اللي جت بعد ما اتعمل لها ديسكاونتنج تساوي الانيشال انفستمنت اللي هو الايه البي باك بيريود بتاعتنا او البريك ايفن تايم. صح كده؟ طيب ما ده معناه ايه الكلام ده؟ تعالى كده نجيب شيت اكسل كده نلعب فيه كده. لو انا جيت قلت لك مثلا ان البي باك بيريود بتاعتي اهي، البي باك بيريود بتاعتي هنا كام سنه؟ 4 سنين. هات لي الريسبروكال او المقلوب بتاعها. كل اللي انت هتعمله هتقول لي ايه؟ 1/4. شفت المقلوب بتاعها شكله عامل ازاي؟ تعالى كده نبص لشكل المقلوب ده عامل ازاي. شوف طلع ايه؟ طلع 25%. ما هو 1/4 بربع 25%. وده معناه ايه يا جماعه؟ ان المشروع لما يكون معدل العائد بتاعه كل سنه 25% 25% 25% 25% 25% يبقى كده رجع ثمنه على كام سنه؟ 4 سنين. طب ما هي دي البي باك بيريد. عرفت بقى؟ يبقى اذا كده اقدر اقول لك هنا ان الاي ار ار او الانترنال ريت اوف ريتيرن بتاعي كام في الميه؟ 25%. وده معناه
ان المشروع هنا في السنة الاولى هيدخل 25% والتانية 25% والتالتة 25% والرابعة 25%، تبص تلاقيه ايه في نهاية السنة الرابعة بقى مرجع ثمنه بالكامل 100%. طب ما هو ده مشكلتي او مصطلح الايه البي باك بيريود. يعني اذا انا النهاردة لو جيت قلت لك بلاش البي باك بيريود دي كام سنة، 5 سنين مثلا، هتبص تلاقيها بقت ايه، شوف كده، 1/5 سنين، يعني ايه؟ يعني 20%، صح كده؟ طيب 20% بقى بعد كده، يبقى انا ببساطة هعمل ايه؟ كل سنة هرجع 20%، يبقى البيك بريود كام سنة؟ 5 سنوات، ادي ال5 سنوات اهو. شفت اللعبة سهلة ازاي؟ يبقى انا اذا لو مسكت البي باك بريود وعملت لها ريسبروكال او جبت المقلوب بتاعها، اقدر اطلع منها الانترنال ريت اوف ريتيرن. بس سهلة يا جماعة، محاضرة ظريفة دمها خفيف جدا جدا بتاعت البي باك بيريود ديت، ومن اسهل الموضوعات ومن اسهل الاسئلة اللي هتجيلك عليها كمان. شدوا حيلكم في المذاكرة، ذاكروا كويس جدا، حلوا عليها اسئلة كتير، وان شاء الله نكمل في المحاضرة اللي جاية بقية الاجزاء بتاعت بارت الانفستمنت. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.